وللتفاصيل أكثر معنا عبر الهاتف مدير العمليات الجوية في طقس العرب السيد أسامة الطريفي. أهلا بك سيد أسامة. الطقس اليوم يعني هناك موجة حر قادمة، هل لديك تفاصيل أكثر عن من أين تأتي هذه الموجة ومتى من الممكن أن تستمر؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمتابعين الكرام. حقيقة يتوقع أن تندفع عبر المملكة العربية السعودية باتجاه المملكة اعتبارا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس كتلة هوائية حارة تعمل على ارتفاع كبير في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد، من يوم الغد وحتى يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. درجات الحرارة ستكون بشكل يومي تلامس 40 درجة مئوية طوال هذه الفترة في مناطق واسعة من المملكة، في حين تصل إلى منتصف الأربعينيات في مناطق الأغوار والعقبة وأيضا البحر الميت. بشكل عام يعني خلال فترة تأثير هذه الموجة الحارة يتوقع على فترات يوم الاثنين والثلاثاء أن تتهيأ الفرصة وبشكل نادر لهطول بعض الأمطار الرعدية الخفيفة والمتفرقة خاصة في مناطق البادية الشرقية والجنوبية. هذه الفرصة هي ضعيفة لكنها موجودة لبعض الهطولات الرعدية عصر يوم الاثنين وأيضا عصر يوم الثلاثاء في بعض المناطق كما ذكرت، خاصة في مناطق البادية الشرقية والجنوبية. الموج الحارة تستمر حتى مساء يوم الخميس، في حين المؤشرات الأولية تشير إلى أن يوم الجمعة أول أيام العيد سيكون هنالك انحسار لهذه الموجة الحارة وتراجع على درجات الحرارة بحيث تنخفض وتتحول الأجواء لتصبح صيفية اعتيادية اعتبارا من يوم الجمعة القادمة. نعم سيد أسامة، يعني هل من الممكن أن نشهد في الفترة القادمة أيضا موجات حر مشابهة إلى الموجة التي سنشهدها غدا؟ نعم، يعني حقيقة مع مرورنا إلى بداية شهر آب شهر 8 يتوقع أن تستمر فرص تأثر المملكة بالمزيد من الموجات الحارة بشهر 8 وصول حتى منتصف شهر 9 القادم. هذه الفترة بالعادة يزداد نشاط الكتل الهوائية الحارة باتجاه المملكة، فبالتالي لا يستبعد حقيقة أن تتأثر المملكة بأكثر من موجة حارة خلال ما تبقى من فصل الصيف سواء بشهر 8 أو حتى شهر 9. لكن الآن الواضح لدينا اعتبارا من يوم الغد وحتى الخميس موجة حارة نوعا ما طويلة نسبيا حقيقة تكون مرهقة درجات الحرارة خاصة خلال ساعات النهار في بعض المناطق كانت نتيجة وصولها إلى ما يقارب 40 درجة مئوية، ونحذر حقيقة الجميع بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بالتعامل مع هذه الموجة الحارة. نعم سيد أسامة، ما هي النصائح للمواطنين لتلافي خطورة هذه الموجة الحارة؟ نعم، في البداية يجب الانتباه من خطر التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا. ينصح بالإكثار من شرب السوائل خلال النهار لتعويض فقدان الجسم من هذه السوائل. أيضا ننصح جميع الأهالي، هذا الأسبوع هو أسبوع العيد، فبالتالي أثناء التسوق ينصح بعدم ترك الأطفال داخل المركبات لأن هذا الأمر قد يؤدي لا سمح الله لحدوث حالات من الوفيات. شكرا لك مدير العمليات الجوية في طقس العرب أسامة الطريفي، شكرا لك.